دكتور كارول سعدي موجودة معنا اليوم، اختصاصية بعلم النفس ومعالجة نفسية. موضوعنا هو إدارة الغضب عند المراهقين. أهلا وسهلا فيك. هو الغضب عند المراهقين بالأول تنشوف شو هو وليش قبل ما نحكي عن إدارته. صحيح. كأنه ضروري نمرق بهالمرحلة من العمر أنه يكون فيها غضب معين، يمكن هو مش غضب أكثر ما هو ثورة. يمكن ثورة. صحيح. يعني اليوم أكيد منشوف كتير أوقات عشنا بفترة سلام معينة مع المراهق قبل ما يصير مراهق مع الولد، وفجأة ببلش يتغير هالإنسان، ببلش نشوف عليه علامات جديدة من الغضب، من التعبير عن الثورة، من الرفض، من الريفولت يعني، وكأنه نحن ما بقى هالصورة ذاتها اللي كنا نعني له إياها بفترة الطفولة. وهيدي هون عم نحكي عن الكريز دادوليسانس اللي هي أمر كتير طبيعي، كتير صحي أوقات نقول انه ضروري نشوف حتى شوي من هالملامح. يعني هيدي كبدايه انه هالكريز اللي فيها هالريفولت والثوره ضد اللي كان هو عايشه قبل بتذكرنا شوي بالكريز جنو او بالثوره اللي عملها، بس حس حاله انه هو بيقدر يكون شخصيه منفرده بعمر السنه ونص سنتين. يعني مثل كانه بنمرق بهالكريز جنو بالطفوله، بنرجع بنمرق بفتره سلام معينه البيريود دو لاتانس، بعدين بنرجع شوي بنشوف عودة للشخص اللي متمرد، اللي رافض، اللي كل الوقت عم يكون في لوت إذا بديك للبوفوار، يعني مثل كأنه عم بيحارب لحتى هو تكون السلطة بإيده مش بإيد الأهل. إذا قد ما كانت يعني الوضع صحي بالبيت، قد ما كانت الظروف بلكي مثل ما نحن بنعتبرها طبيعية وملائمة، هيدي الفترة هي رح تكون موجودة وهي ضرورية. صحيح. يعني هي ضرورية أكيد. نحن هون بدنا نجرب كيف نشوف كيف بدنا نرافقها لأقل أضرار ممكنة على شخصية المراهق والعلاقة اللي بتربطه بأهله. ولكن إذا بدنا نحكي عن شيء اسمه كريز دادوليسانس أو هيدي الثورة اللي بتصير بفترة المراهقة، ما فينا ما نقول إنه هيدا أمر بيتعلق ديريكتومون بفكرة الأدوليسانس. يعني هي شيء مرحلة من التطور بالشخصية، مرحلة كتير طبيعية. وهيدي مرحلة نحن كيف بدنا نتماشى معها؟ يعني إذا كان ما في مشاكل رح نحكي إذا في مشاكل، بس إذا كان ما في مشاكل هالمرحلة بتعمل مشاكل بين الولد. صحيح. والأهل، وممكن هالمشاكل يكون عواقبها أكثر بكتير من هالغضب يلي هو عنده إياه. نحن كيف لازم نتعامل مع هالموضوع؟ لازم نوقف متفرجين؟ لازم نكون عم نساعد؟ لازم نكون شو لازم؟ يعني هون أكثر شيء فينا نشوف السن بشكل إنه فيها الكريز الغضب الكبيرة اللي بدها تصير وتتكرر، وعادة بتكون أسبابها الكبت والفريستراسيون، يعني أنه ما عم يقدر يحصل على اللي بده إياه، أو حتى الانزعاجات الجسدية اللي هو عم بعيشها بالتغيرات وبالتقلبات الهرمونية اللي عم بتصير، الهرمونال اللي عم بتصير بجسمه كمان ممكن تكون سبب، وممكن تخلق مشاكل مع الأهل. هون ما عم نحكي نحن عن فترة إيديال لحتى يكون في علاقة صحية، بدنا نكون شوي واقعية. يعني هون الأهل عندهم فترة جديدة من التجربة لحتى يقدروا يشتغلوا على حالهم هن بالأول، يقدروا يكونوا قد ما فيهم مستوعبين الوضع، قد ما فيهم رايقين. طبعا ما بدنا نحسسهم بالذنب اذا هن بيمرقوا كمان بفترات من العصبيه ومن التشنج، ولكن بشكل عام ضروري انه الاهل يحافظوا على رواقهم وعلى حكمتهم بهيدي الفتره، يستوعبوا هالمراهق، يستوعبوا هالحاله، يتعرفوا عليها اكثر. مش غلط ابدا انه يقروا عن الموضوع، يشوفوا شو اللي عم يمرق فيه المراهق، ليش عم بيصير معه، ما ياخذوا الامور كثير شخصيه تجاههم، يعرفوا انه الامور ما لها علاقه ديريكتومون فيهم قد ما هي لها علاقه ب اللي عم يمر فيه هيدا المراهق. بياخذوها شخصيه. اي صحيح اكيد. اكثر من شخصيه كمان، لان بيكونوا هالاهل تعبوا مع الولد ليامنوا له كل شيء لحتى يكون مبسوط ومرتاح، وفجاه بيلاقوه تغير مش مبسوط بشيء، شو ما بيقدموا له ما راح يكون له كافي. شو بيكون عم يحس هون؟ بيكون عم يحس انه هو بده يكون هلا مستقل، بده عن جد يثبت انه هو شخصيته مستقله. طبعا هو هون مثل ما قلنا في عده امور بتخليه انه يكون بهيدي الحاله.
اولا علاقته بجسده بجسمه ونظرته لحاله، يعني بدنا نشوف هو كيف عم بيعيش هالتغيرات اللي عم بتصير. اوقات كثير هو ما عم يعرف حاله بقى. هيدا دو ان دو دو، في العلاقه مع الاهل وقد ايه هن الاهل كمان عم يلعبوا دور بتقويه هالكريز، اذا هن عم بيشدوا من ثاني مال كمان لحتى يضل البوفوار معهم بطريقه مش صحيه. اكيد لازم انه يضل البوفوار معهم بس بطريقه صحيه. في العلاقة مع المجتمع كمان هون هي ممكن تكون سبب، يعني علاقاته الاجتماعية، علاقاته العاطفية اللي ممكن تبلش بهذه المرحلة، صورته لنفسه، صورته للآخرين، أصدقائه، حياته الاجتماعية. وفي أكيد هون آخر شيء بدنا نشوف إنه هو هل عم يتقبل وضعه بعد، عم بحس حاله عم يكبر، قد إيه وين الليميت يعني تبع حقوقه الجديدة، لأنه هو بيعتبر أنه هو صار عنده حقوق جديدة، وهذه كلها بتصير بالحوار وبالتفاهم بينه وبين أهله. الحديث كثير مهم بهال وعروة يعني، لأنه طبيعي بس يكون في شخص معصب بالبيت بلكي كل الجو البيت يكون مشنج متوتر، ففي قرار أنه ما يكون الجو البيت مشنج لنقدر نتعامل مع مع هالولد. بس كمان ما ننسى أنه في البير بريشر، في بلكي عم يشوف اشياء برات البيت هو حاسس انه بلكي لازم تكون عنده اياها او انه يتاثر فيها، يعني في كثير مجال للستريس. نعرف نحن قد ايه منواجه ستريس نحن كراشدين اصلا ومنجرب انه نتغلب عليه، هذا كمان عم يتعلم هالولد انه يواجه ستريس. صح، يعني اول شيء بيتعلم منا كاهل نحن كيف بنتعامل مع الغضب. ثاني شيء بدنا نشوف انه اليوم مثل ما قلنا انه المرحله كثير طبيعيه، مثل ما قلنا عند الاطفال كمان طبيعي انه يعملوا كريز دو كولير ويقعدوا بالارض اوقات ويصرخوا. هون نحن بدنا نلقط الامور من اولها ونشوف كيف بدنا نتعامل معها تما بقى تتكرر كثير. كمان طبيعي انه نشوف هالمراهق اللي عم يعمل كريز، عم يظهر من حاله، عم يضرب يمكن امور معينه، يضرب الباب، ياذي حاله اوقات، يتصرف بهالكريز بالصريح بالهيدا، طبيعي كثير هول نشوفهم، ولكن بدنا نعرف كيف براتيكمون على الارض نتعامل مع هيدي الحاله كرمال نقدر ما نخليها دائما تتكرر. طيب في شيء اسمه انجر مانجمنت، بدنا نكون اداره هالغضب، كيف بيتعلم الولد يعني انه يضرب الباب ويكسر ما بعرف شو يعني انه هالكريس ايه هلا يمكن بيعملها مره او بيعملها على فوره، بس كمان ممكن تصير عاده صحيح وتتكرر. صحيح، كيف بنعلمه على الاداره؟ هون بدنا نشوف انه بوقت هيدا الكريس كيف بدنا نتصرف. اولا مفروض نكون نحن كثير قد ما فينا رايقين، يعني ما لازم ولا مره انه نفوت بتصير، مش عم نقول انه ما بتصير، بس الافضل انه ما نفوت بحاله صراع وعصبيه وغضب كبير نحن بالمقابل، لانه هذا الشيء ما رح يخلي انه الا الامور تسوء. دونك الرواق هو المطلوب، اذا مش قادرين نروق ونخلي هالكريس تمر، لانه الغضب هو شعور بده يكون مقبول ولكن التعبير عنه لازم يكون صحي. بدنا نجرب ننسحب من الوضع اذا نحن مش قادرين انه ما ننفعل ويصير في مشاكل. بهيدا الوقت نترك هذا المراهق يعمل فوره الغضب اللي هو بده اياها، يظهر هذا الكولير، يخلي التعبير يصير. فينا ناخذ الامور ببساطه اوقات، او انه نجرب ناخذها بالامور، يعني نمزح معه مثلا. بعرف انه الوقت يمكن مش كثير ملائم للمزح بيكون، ولكن نفرجيه انه الامور ما بدها هالقد يعني، او علينا انه نحن فاهمين انه هو معقوله هالشيء. هيدي جمله كثير ضروريه نقولها، انه نحن بنعرف انك انت كثير معصب وكثير متضايق، هيدي لوحدها ممكن مع الوقت تخفف له وطئة هالغضب، ولكن أهم شيء أنه ما نفوت بحالة صراع بهيدا الوقت. ولكن من بعد ما يروق، لأنه هو رح يوصل لمرحلة هالفورة تخف، هون بيجي دور الحوار وبيجي دور المفاهمة وبيجي دور المرافقة. فينا نعصب بس مش ضروري نشبق التليفون، فينا نعصب بس مش ضروري نحس حالنا أنه بدنا نضرب حدا يعني. كمان هيدي الإدارة كتير مهمة وضرورية، لأنه بعدين بتتطور وممكن تخلق مشاكل كتير كتير كبيرة. طب إمتى فورات الغضب بتبين أنها مش طبيعية؟
انه مش مرحله وعم نمرق فيها، انه في مشكل، انه في ما بعرف، بنعرف كثير انه اوقات ايه وكمان او حاله نفسيه أكيد. او كمان بنعرف انه في مشاكل ما بنكون بنعرف فيها نحن كاهل، ما بيكون الولد قادر انه يخبرنا عنها وعم تخلق له، عم يفش خلقه يعني بهالطريقه. يعني اليوم هون في عدة فاكتور لازم نشوفهم، اولا قد ايه عم بتتكرر هيدي الامور، يعني هل هو عند حيلا مشكله او حيلا رافض عم يعمل هالكريز الكبيره، قد ايه عم بتاثر على درسه لانه وحياته الاجتماعيه، قد ايه عم بيكون هو منه سعيد بحياته لانه هو كل الوقت عم بيكون عنده غضب. يعني بدنا نشوف هون التداعيات السلبيه الكونسيكونس النيجاتيف تبع هالغضب وهالفورات الغضب، بدنا نشوف كمان شو ممكن تكون مخبيه امور، يعني من امور كثير ممكن تكون هي وراء هذا الشيء، صورته لذاته، صورته لجسمه، علاقته بنفسه، علاقته بالاخرين، واوقات بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه ممكن هالمراهق اللي هو صار شخص مفكر بطريقة لوجيك، كمان عنده إن سرتان لوجيك، ممكن يكون معه حق بأمور معينة. يعني كمان لازم أوقات حدا يمكن من برا يتسمع ويشوف يمكن يكون معه حق بأمور معينة. بس أيمتى بصير بدنا لاستشارة اختصاصية؟ لما الأمور تخرج من سيطرة الأهل ويصير في تهديد مثلا بالانتحار، لما يصير في شانتاج كتير كبير، مشاكل كتير عم تأثر على الإخوة كمان، لما عم تأثر على العلاقة الزوجية الأمور، لما السيستام العائلي كله ما عم بيكون في مجال أبدا للحوار، لما عم نشوفه عنده انزواء، عنده انعزالية، منه بقى يعني عنده علامات كآبة معينة يعني او قلق، يعني كمان هون كل الامور ممكن تخلينا ننبش ونشوف اكثر، يمكن يكون في اشياء ثانيه هو ما عم يعرف يعبر عنها او ما عم بيلاقي المطرح المنيح لحتى ابو حل. ما بعرف مش غلط كمان الاستشاره الوقائيه أكيد. يعني لانه اوقات ما بيكون في كلها وما بيكون في مشاكل ولا رح يكون في بعدين تداعيات ولا شيء، بس في مرحله عم يمرق فيها الشخص متضايق منه مرتاح أكيد. بده يعمل اداره لهالغضب بس ما بيعرف مزبوط. يعني منا شغله هينه، غير انه في اطباع اوقات، في ما بعرف اوقات وراثه اوقات الى اخره، فمنيح انه يكون في اختصاصي بس على الاقل يوجه، يعني هذا الايديال. يعني من هيك بكل المدارس صار مفروض انه يكون في سيكولوج يلجأ له المراهق اذا حس حاله بحاجه لهذا. بس هون في نقطه كثير صغيره ضروري انه نحطها، اليوم الولد اللي ما تعلم الكبت بطفولته، يعني كان كل شيء منعطاه وكل شيء مسموح وكل، اكيد رح تكون الامور اصعب بكثير بفتره المراهقه. يعني اليوم دور الاهل يعلموا الولد انه في امور مقبوله، في امور مش مقبولة، وبطريقة كتير واضحة وتكون مفهومة القوانين حتى تمرق هالفترة بطريقة سليمة. أكيد لو كانت أكيد. فترة مش انه منوصل لها وبعدين عم نحل المشاكل. دكتور كارول سعدي، اختصاصية بعلم النفس ومعالج نفسي، اهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك معنا. وقفي هلا ونرجع منتابع لايف مع ايت سمارت مع راندا فهد.